كتاب فرع رقم 47 6 ذات صاد تاريخ شو هاد؟ وين نعطيني اخبار هذا تبع ابو رزوق؟ ناولني يا العم هلا هي رزوقة ابو اخبار؟ اخبار ابو رزوق عدتنا يا اخي. اخي شو بيطلع معنا من العراق؟ ما هي ابو رزوق قال انت كنت ب 2/11 تاريخ 2/11 كنت بمطعم اسمه فرساي. هذا المطعم انت وقعد وحده مرة عم شعرين شموع عم تاكلوا كاتو تاكلوا كاتو عم تضحكوا وشوشي انت وياه، وهذا الشيء مشكوك بامره على ماما يا بابا. لك ايه هي انا وامك كنا عم نحتفل بعيد ميلادي مو انا والدام ب2/11 عمر هم بصلي. هاي كمان ابو رزوق اسمع، قال بتاريخ 6/7 الساعة 10:30 و7 دقايق كنت انت ووحدة مرة، دير بالك وحدة مرة كنت بفندق الفاندوم انت وياها وقاعدين حاطين روسكم بروس بعض وعم تتوشوش، هي تحكي بإيدنا وانت تحكي بإيدنا، وقال ويشك بأن الحديث يتناول أمور البلد، وكان ظاهر على وشك ووشها الامتعاض وعدم الرضا. العمى هذا لما كنا عم نحتفل انا وامك بعيد ميلادها، هي مو والداني ب6/7 يا عم ملاحقيننا على الدعسه، هذا ما بنحكي بالسياسه وهيك صار فيها، ما نكون بنحكي بالسياسه شو كان صار. خلينا نطلع من هون وانا بفهمك، ولك هودي ما كلنا بناخذ فيه، لا انت ما تفهمنا غلط، هودين منستأنس فيهن استئناس فخم. ولك لكان ليش موظفين كل هالعالم لحتى يكتبوا فينا تقارير وتعطوها الرواتب؟ ليش ما بتجوا بتسألونا إلنا؟ نحن كنا بنحكي لكم كل شيء عن حالنا. العمى